لكل طالب يحمل هم مرحلته المقبلة ويفكر بعثراته السابقة، لكل من أشغله فكره وزاد همه. اطمئن، أنت بعين ربك ما خلقت ليضيع جهدك، ما جرحت بغير أرضك لن تكلف فوق طاقتك، سيسهل الله أسباب نجاحك. تتعبر هذه المرحلة مثلما عبرت صعوبات أمسك، اعرف قدراتك واكتشف مميزاتك. الله لقلبك وأحلامك. فكر كيف تمكنت من الصمود طيلة هذه السنوات، كيف صبرت لمدة 12 سنة ولم تستسلم، ولذلك فلن تستسلم. كيف صبرت على المعاناة، صبرت على الفروض والامتحانات، وصبرت على كل شيء من أجل نتيجة واحدة، تحقيق ذلك الحلم أو نيل ذلك المعدل. لماذا تستسلم ولقد بقي لك القليل؟ بعض الأيام أو الأسابيع أو حتى الأشهر لا تفرق بينك وبين ذلك الحلم الذي لطالما عقدت العزم على الوصول إليه. لماذا تحرم نفسك من لذة النجاح؟ لماذا تحرم نفسك من تلك اللحظة الجميلة، لحظة استلام تلك النقطة؟ لماذا تحرم نفسك من تلك اللحظة نجاح وفرح وسرور وشعور بالفخر، شعور بفخر عظيم لم تشعر مثله أبدا؟ إنه شعور النجاح، إنه شعور تحقيق الحلم، تحقيق تلك الغاية والبلوغ إليها. لا تستسلم، راجع ولو قليلا ولو لساعة، ربما تلك الساعة ستكون جل محتوى ذلك الامتحان، فلا تستسلم. إن الله يرى اشتياقك لتلك الفرحة ويرى لهفتك عليها، فحاشاه أن يردك خائبا، سيستجيب بخاطرك وسيعطيك إياها بأجمل صورة لها، ما دمت تؤمن وتتيقن وتظن به الظن الحسن. الله سبحانه وتعالى يعرف طاقتك، يعرف قدراتك، يعرف أنك أنت ممكن تتحمل هذا الشيء ولا لا. الله سبحانه وتعالى لما يحطنا في ظرف معين أو في مشكلة معينة أو في قدر معين وظرف معين، فهو ما حطنا إلا وهو عالم الله سبحانه وتعالى أنه راح نعدي هذا الأمر وكأنه ما صار، ستمر وكأنها لم